هناك حديث متداول كثير بيننا في هذه الأيام، وهو حديث طويل، واختصاره أنه 12 ركعة يصليهن المرء من ليل أو نهار، ثم في الركعة الأخيرة وبعد التشهد يثني على الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسجد ويقرأ وهو ساجد الفاتحة 10 مرات وآية الكرسي 7 مرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم يقول اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن ويسأل حاجته، ثم يعتدل من سجوده ويسلم يمينا ويسارا. وفي آخر الحديث يقول الراوي لا تعلموها السفهاء فإنهم يدعوا بها فيستجاب لهم. هل هذا الحديث صحيح أم أنه موضوع؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث غير صحيح، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة المذكورة تكون مبتدعة، تكون مبتدعة في الدين ما دام لم يثبت فيها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي غريبة في فكرها حيث أنه يقرأ في السجود، وهذا لم يرد في الصلوات، بل نهي عن قراءة القرآن في السجود والركوع، فهي غريبة في فكرها، وأيضا لم يثبت سندها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فعلها. ومن أراد الخير فالمجال أمامه مفتوح لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات النوافل الصحيحة الثابتة في الليل والنهار. نعم، جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بذكر بعض مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يغني عن هذه البدعة؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 7 ركعات، تفعل ما بين ارتفاع الشمس إلى قيام الشمس تجد السماء. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وصلاة الوتر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب التي تفعل مع الفرائض، وهي 13 ركعة، ركعتان أو 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر وهي أعتدها. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. وتحية المسجد عندما يدخل المسجد ويريد الجلوس فيه، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي الخير الكثير. أما بعض الناس يبحثون عن الغرائب وعن الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، ويتركون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يهتمون به. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذا أذنتم لي، ربما أغرى بعض ما قيل في آخر هذا الحديث الموضوع من أن من فعل ذلك استجيبت دعوته مهما كانت حاجته وإن كان سفيها. لعل لفضيلة الشيخ توجيه أن يرشد الناس إلى طريق يكون بواسطته دعاؤهم مستجابة، وحينئذ يستغنون عن هذه البدعة. طريقة الوضاعين أنهم يضعون ترغيبات في الحديث الذي يضعونه أو يضعون فيه ترغيبات مروعة، هذا من طريقة الوضاعين، وهذا دليل على وضع هذا الحديث أنه موضوع، لأن العلماء ذكروا علامات الوضع وعلامات الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا علامات الأحاديث الصحيحة، ومنها أن الوضاعين يجعلون في ما يضعونه من أنواع الوعيد وأنواع الوعود الشيء الذي يغري الجهال أو ينفر الجهال من فعل ما يحذرون منه. والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب والترهيب فيها كفاية ولله الحمد، وفيها غنية للمسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.